طلب المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ماد محسن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالانتقال من مربع الأقوال إلى الأفعال لمواجهة خطة السلام الأمريكية. وقال محسن إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لمزيد من الشعارات، والمجتمع الدولي لن يتغير بمجرد أن يسمع حديث عباس عن معاناة شعبه. وأكد محسن أن القيادية والنائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان وجه رسالة لعباس طلبه خلالها بتوحيد حركة فتح وإنهاء الانقسام والذهاب نحو مواجهة مشروعة مع الاحتلال والتوقف عن شخصنة القضايا الوطنية. كما عبر تيار الإصلاح عن استعداده للوقوف خلف القيادة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال. المزيد ينضم إلينا الأستاذ عماد محسن المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. أرحب بك أستاذ عماد. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. إذن مطالبات منكم لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتوحيد الصف وتوحيد حركة فتح وانهاء الانقسام، هل وصلكم رد حتى الآن؟ للأسف لا، يعني في الواقع أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الانقسام الفلسطيني ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الانقسام الفتحاوي بقرارات الرئيس محمود عباس ويدنا معلقة في الهواء تنتظر اليد التي تصافحها. عشرات المرات توجهنا برسائل للعموم نقول فيها الرئيس محمود عباس أنه في غياب وحدة الصف الوطني وغياب الشراكة الفلسطينية وغياب الشرعيات عن المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعدم القدرة على الفعل السياسي والميداني الذي يمكن به أن نقول الاحتلال أننا نرفض الصفقة وإجراءات تصفية القضية الوطنية، لا يمكن لنا أن نتقدم خطوة واحدة في اتجاه مشروعنا التحرري. ولذلك تعالت النداءات المرة تلو الأخرى وآخرها يوم أمس قبيل إلقاء خطابه أمام مجلس الأمن الدولي، قلنا له اذهب متسلحا بإرادة شعبك بوحدته الوطنية ببرنامجه الجامع وأقدم على خطوات ستجد الكل الوطني الفلسطيني جنودا معك متطوعين في هذه المواجهة. لكنه أصر على ذات الخطاب، خطاب المظلومية والتباكي والصراخ أمام المجتمع الدولي والعويل والسجن الحقوق، وهذا لا يخدمنا في شيء في منظومة علاقات دولية مبنية على المصالح. الأجدى من كل ذلك هو أن تقول الاحتلال أنني سأعقد يوم غد الاجتماع في القاهرة على مستوى الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، سنقرر معا الخطوات القادمة المستقبلية في المواجهة وسنعلن الدولة تحت الاحتلال ونطلب الحماية للشعب الفلسطيني من المجتمع الدولي وسنوقف التنسيق الأمني ونعيد النظر في مجمل العلاقة مع الاحتلال. بهذه الخطوات وحدها يمكن للمجتمع الدولي أن يتحرك، وبغير ذلك سنظل نصرخ ونصرخ ونصرخ فيما صفقة ترامب ونتنياهو تمرر على الأرض عبر وقائع تفرضها إسرائيل على مدار الساعة. إذا استمر صمت السيد محمود عباس أبو مازن وعدم الرد عليكم وعدم تلبية ندائكم، هل من الممكن أن تقوموا بهذا الأمر؟ هذه النقاط التي سردتها الآن أستاذ عماد بالتنسيق طبعا مع القوى الفلسطينية الأخرى في القاهرة. في البيان السياسي الصادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في يناير 2019 قلنا أننا ماضون باتجاه الشراكة السياسية مع الكل الوطني الفلسطيني ومع كل فصائل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين، وقلنا أننا جادون باتجاه خطة خارطة الطريق ننقذ فيها القضية الفلسطينية من عنق الزجاجة الذي وضعتنا فيه سياسات عدمية مبنية على فكرة الارتهان بالكامل لرغبات الاحتلال والتنسيق الدائم معه وبناء كل الترتيبات بمعزل عن الشعب الفلسطيني صاحب الولاية الحقيقية وصاحب الاختصاص الأصيل في السلطات في فلسطين. اليوم للأسف بعدما أجهز على منظمة التحرير الفلسطينية مجلس وطني ومجلس مركزي تم إدارة الظهر لقراراته ولجنة تنفيذية يتم تعيين أعضائها بمزاجية فردية، وبعدما أجهز على السلطة الفلسطينية عبر حل المجلس التشريعي وتسييس القضاء ووضع السلطة التنفيذية في جيب الرئيس محمود عباس، وأخيرا كان عقد المؤتمر الحركي السابع لحركة فتح بالتعيين وبناء مجلس ثوري من التابعين وبناء لجنة مركزية يمنع فيها الاعتراض
على قرارات الرئيس. في غياب هذه المؤسسات التسع ستكون الأمور صعبة، ولن يسكت تيار الإصلاح الديمقراطي، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام انهيار القضية الوطنية وأحلام شعبنا معها. شكرا جزيلا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الأستاذ عماد محسن، كنت معي عبر الهاتف.